قوم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللساده الضيوف، كل سنه والشعب المصري وصلت 400 والجيش المصري والقياده السياسيه بخير بمناسبه تحرير سيناء. يا رب دايما بخير. بالنسبه لسوء اللحوم عندنا، احنا شغالين على ثلاث محاور. في عجل بلدي حر، ده عند الجزار اللي هو العادي بيبقى من 400 450. في عجل كولومبي بيجي مستورد بيتختم نفس ختم العجل البلدي، واحنا كنا قدمنا مذكره عايزين نفرق لونه عشان يهدي السعر في الداخل في سوق اللحوم. الشركه القابضه مؤخرا بكام العجل الكولومبي بيتعامل نفس معامله العجل البلدي، ودي الطمه الكبرى يا استاذ احمد. وانا كنت قدمت مذكره للسيد رئيس الوزراء والسيد معالي وزير الزراعه نفرق لونه زي ما كان الاول الخرم ازرق عشان يقدر السعر يهبط ويتنزل، لان ما ينفعش انا اساوي عجل مستورد بعجل بلدي. ولا مجمد ولا لا، ده بيجي حي كويس. دي بيجي حي هنا على الذبح الفوري، بيخش المجازر الحكوميه بتذبح بطريقه شرعيه. بس من الافضل ان هو يفرق في اللون عن الختم الاحمر، يبقى داخل ختم ازرق عشان يقدر يحصل تراجع، لان ما ينفعش انا اساوي عجل مستورد. طب ايه المشكله الختم، ايه مشكلته؟ المشكله كان القرار خده كان الدكتور الجعاويني. فده بيؤدي ان انا كمنتج محلي، انا لما بشوف عجل مستورد جاي برضه بنص الثمن او زاهدي الثمن، نعم، وابيعه نفس عجل بلدي، ده بيؤدي لارتفاع اسعار اللحوم في الداخل. نعم طبعا، وكنا طلبنا بوقف التصدير، لان ما ينفعش ان انا اكون مستهلك وبستورد واروح اصدر. وزي هكمل على كلام إيه؟ بنصدر، احنا عندنا بنصدر من مجزر البساتين لحم غنم وعجول بتروح للدول العربيه الشقيقه عشان في مشاكل عند باب المندب. وانا كنت بقول للناس ان احنا لو في مشاكل دول عربيه شقيقه تجيب هي عجوله تعمل من عندنا ترانزيت ونوديها لها، ان احنا نطلع من انتاجنا المحلي، ده بيؤدي الى ارتفاع الاسعار في الداخل. الشركه القابضه مؤخرا، لا الدنيا ما هديتش شويه في الاسعار؟ المفروض بص يا احمد، عشان الدنيا تهدى بعد العيد. هقول لحضرتك الدنيا هادي، لان في رجوع كبير جدا في سوق محلات الجزاره. لان طبعا حضرتك انت ركود شديد. لان حضرتك زي ما انت فاهم ان في خط بياني كبير ما بين الاجور والمرتبات. نعم. وما بين الانفاق. انا عشان نحل حاله الجدل، حتى لما ارخص كيلو لحمه كام؟ ارخص كيلو لحمه جايبها الشركه القابضه من جيبوتي، اتعاقدت على 15000 عجل طرحها في المجمعات الاستهلاكيه ب 285. وانا بنصح المستهلك وبقول له لو انت ما عندكش مقدره ماليه، ما عندكش استطاعه تروح للجزار الحر، روح المجمعات الاستهلاكيه شركه للاهرام، لانها مفرين. اضمن وامن. كويس. في جزئيه بقى مشكله السيارات واللحوم، انا ممكن افك الاشكاليه دي، انا كدوله ممكن افكها. حضرتك البيتكلم والبيتكلم، بس المشكله المشاهد مش فاهم حاجه. انا عشان احل الاشكاليه دي، انا رحت استوردت مثلا الكوبايه دي جبتها، انا بجيب بخطاب ضمان، عارف البنك جاب بكام، مصاريفي كام. طب ما الدولة تحط له نسبة ربح 20% 30% وتربط الرسالة من أول رسالة لآخر رسالة، قيس كده بقى على كافة السلع، يعني أنت هتحس هنا باستقرار، إنما اللفة اللي إحنا بنلفها الدولار عالي، الدولار نزل، طب ما هنا أي دولة في العالم، دولة متقدمة، بتعمل سبورت للشيء ما ارتفعش لحد معين. مشكلة اللحوم الأعلاف زيها زي الدواجن. الأعلاف خلاص اتحلت، الأعلاف اتوفرت والدولة أخرجت أعلاف بكمية كبيرة، بس هي المشكلة يا أستاذ أحمد عند كبار المربيين، يعني عايز أقول لك على حاجة، هو الجزار اللي بيبيع لا مؤاخذة فخدة في الجمعة مش عارف يبيعها، ولا بتاع الفراخ مش عارف يبيع القفصين ثلاثة، ده محتكر سلعة، ده مواطن بيعاني وبإني يتوجع مش عارف يجيب مصاريفه، والسوق ما فيهوش قوة شرائية، هي القوة المحتكرة المسيطرة هم كبار المستوردين وكبار المبيعين، بكل صراحه وبكل شفافيه. فلازم هنا الدوله تعمل كنترول وتحكم عشان تظبط السوق في الداخل. وسياده الرئيس ناشد بكده وقال لك الاسعار واهتم بالاسعار. انا بقول ان في لجنه شكلت وفعلت هذه اللجنه من قبل الدوله اسمها لجنه الكوارث، دي شكلت من كل اطياف الدوله. انا بقول اللجنه دي تكمل عليها ناس اقتصاديين، ناس من الغرف التجاريه، يبقى رايها الزامي عشان تقدر تفيد والمواطن يقدر يحس بتراجع في الاسعار. طيب هروح